تراجع بحده، هو أكبر الخاسرين في مؤشر الفوتسي، تراجعات حاليا بأكثر من 8% على هذا السهم. يعني وصل سعر السهم إلى 1301 بنس تقريبا، بعد أن يعني خسر حوالي 118 بنس فقط في جلسة اليوم. الصين الغريبة حسين، بلد التناقضات، هي تصدر للعالم كثير من البضائع التي يشتكي منها كل العالم بأنها تشيب ورخيصة إلى حد ما، وفي نهاية الأمر هي تستأثر بالبربري باعتبارها أحد من أكبر المستهلكين. على كل أيضا في بعض النتائج الشركات كنا قد شاهدناها، يعني بالنسبة لـ HSBC Holdings في لندن قد اكتشفوا انخفاض رواتبهم بنسبة حوالي 10%، كما تلقى أيضا الموظفون أوامر بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، وتأتي هذه الخطوة للموظفين المتعاقدين في قسم الخدمات المصرفية والأسواق العالمية من دون أي استثناء. يعني بالفعل البنوك، العديد من البنوك منذ حوالي 4 أو 5 سنوات نلاحظ هذا الاقتطاع في الوظائف. جي بي مورغان قد تقتطع اليوم، اتش اس بي سي، يعني نلاحظ هذه الخطوات، وقطاع المصرفي ليعود الى الربحيه المطلوبه من المستثمرين في هذا القطاع ربما عليها ان تاخذ هذه القرارات الصعبه. نعم، يعني هذا بشكل او باخر يدل على ان العالم فيه شيء من الاضطراب الاقتصادي، الاحوال، وظائف ايضا تسرح في شركات الطاقه والنفط في الولايات المتحده. الى ما ذلك، نور الدين مفيد الحموري كبير استراتيجي الاسواق في شركه ADS Securities معنا الان للتعليق على الاجواء الاوروبيه التي يبدو انها خضراء. اي رياح تهب على اوروبا اليوم لتجعل المؤشرات بهذا اللون حموري؟ نعم، تعود هذا الشيء لشخص قد يكون وحيد اليوم بالرغم من الأرنينجز السلبية أو بالرغم من النتائج السلبية لبعض الشركات الأوروبية، إلا أنه هناك أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي والذي ذكر أنهم فشلوا في الوصول إلى مستوى التضخم المطلوب، وعلى إثر ذلك يجب علينا إضافة المزيد من التيسير الكمي. هذه الكلمات كانت كفيلة مرة أخرى بأن تعيد الأسواق إلى المنطقة الخضراء سواء يعني بكل الأسواق الأوروبية تقريبا اليوم لازلنا على ارتفاعات إلى الآن. هذا بالإضافة طبعا إلى الأرقام، من جديد أيضا شهدنا أرقام سلبية من الولايات المتحدة الأمريكية دعمت برضو في الوقت الحالي على الأقل الأسواق الأوروبية وحتى مؤشرات الأسواق الأمريكية. يعني الكل يراهن نور على الفيدرالي، الأساسيات غير موجودة اليوم كداعم للسوق، ولكن الأكسجين الذي منحه طبعا البنوك المركزية للاقتصاد هو ما يدعم السوق اليوم. ولكن لنمشي مع يعني هذه النظرية اليوم، ويعني المؤشرات إلى أين قد تصل؟ يعني الداكس يحاول العودة إلى فوق مستويات 10060 نقطة اليوم، ارتفاعات بحوالي 1.5 نقطة المئوية. هل من الممكن أن نعود لنختبر أعلى مستويات وصلناها منذ يعني بداية العام؟ أعتقد أنه هلأ من الصعب الحديث بالفعل عن أي ارتفاع بالنسبة للأسواق العالمية بشكل عام لسبب مهم جدا. نعود منذ فترة حوالي تقريبا الشهر عندما شهدنا الانخفاض الكبير يوم الاثنين الأسود، ومن ثم عادت الأسواق إلى الارتفاع بناء برضو أيضا على إيفنت وحيد، أو اللي هو بناء على حدث وحيد اللي هو تقرير الوظائف الأمريكي، لأنه مرة أخرى كل شيء يعتبر مرهون الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أيضا زاد هذا الشيء أنه لدينا أيضا أرقام سلبية من أوروبا، لذلك عززت التوقعات بأن يكون هناك تيسير كمي. شهدنا ارتفاعات مرة أخرى من جديد، وصلنا الآن إلى مرحلة اللي هي الإعلان عن النتائج. الحافز الأساسي لكل الأسواق العالمية بأن نشهد انخفاضات أو الذي شهدناها مؤخرا كانت بسبب أيضا النتائج، فيما لو استمرت هذه النتائج السلبية هذا الشيء الذي ستعيده مرة أيضا، والأسواق أن تستمر في الضغط نحو الأسفل. بالنسبة لمؤشر داكس لا نعتقد أنه يعني على الأقل في هذه السيكيورتيز نعتقد أنه مستويات 10200 إلى 10300 قد تكون هي التصحيحات الأعلى في الوقت الحالي التي ممكن أن نصل إليها قبل أن نعود مرة أخرى إلى مدون مستويات 10000، وقد نصل أيضا مرة أخرى إلى 9700 خلال الفترة القصيرة المقبلة، خصوصا أيضا في ظل التوقعات السلبية للأرنكس بشكل عام. نعم، نور الدين، دعنا نعود مرة أخرى لحديث وتصريحات عضو البنك المركزي الأوروبي في مزيد من التحفيز. قديما كانت السيارة عندما تتعطل يستخدم تحريك مانيوال يدوي، بسموها المنافلة، ما بعرف ايش بسموها في ADS في الأردن منولة.
هذه المناولة والمنافلة وكله حتى تدور هذه العربة وتتحرك، يعني سياسات التحفيز الكمي التي تتبعها أوروبا أشبه بهذا الشيء، هل يعني أن ثم عطل آخر يعني في هذه الماكينة أم أن من المبرر أن يتم مزيد من التحفيز حتى تدور عجلة الاقتصاد؟ نعم، الشيء الذي لطالما كنت أذكره منذ زمن، لنأخذ بالتاريخ ما هي نتائج التيسير الكمي، ومنها أول أو أفضل مثال هو اليابان. اليابان لدينا تيسير كمي منذ أكثر من 14 عام إلى الآن، ماذا وصلنا إلى الآن فيه؟ لا زالت الدولة في حالة من الديفليشن أو في حالة من الانكماش في الأسعار، ولا زلنا أيضا على أبواب ريسيشن أو ركود اقتصادي، وتم تسجيله أكثر من مرة خلال هذا العام. هذه من جهة. استمرار الديون مرة أخرى أيضا يعطي بنفس الشيء. السبب في ذلك يعود مرة أخرى إلى عدم الرجوع إلى أساسيات الاقتصاد، وهي التوقف عن الاستدانة بهذا الشكل الكبير والتركيز على إعادة بناء الاقتصاد من خلال الإنتاج أكثر ما أنه أن يقوم بالاستدانة للصرف على الاقتصادات. نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تيسير كمي، وتم الإعلان عن العديد من التيسير الكمي منذ الأزمة العالمية حتى الآن، لكن بأسماء مختلفة، إن كان سواء الـ LTRO أو برنامج التمويلي الأول والثاني، ومن ثم تم إعلان عن برنامج تمويلي مستهدف، ومن ثم الإعلان عن برنامج التيسير. المشكلة الآن أنه البنك المركزي ذات نفسه ذكر أنه من غير المرجح أن يكون هناك في لدينا رفع للتيسير الكمي، لسبب مهم، أنه لم يعد لدينا جودة عالية للبونز أو للسندات. لكن فيما لو سنقوم بإضافة المزيد من التيسير الكمي، علينا التفكير بما يسمى بالجنك بونز، أو اللي هي بالسندات ذات التصنيف ما يدعى بالخردة. هذا الشيء يعتبر أيضا أخطر، لأنه مرة أخرى البنك المركزي سيذهب إلى ريسك جديد أو إلى مخاطر جديدة لا يمكن لأحد أن يتوقع عقباتها، فيما لو بالفعل شهدنا هذا الانفجار في أسواق السندات. لذلك التيسير الكمي لوحده لا يكفي، يعني مرة أخرى التيسير الكمي يصل إلى مرحلة يكون السبب أو يكون تأثيره سلبي على العكس ما هو متوقع، يكون دائما إيجابي في بدايته كما شاهدنا حتى في الأسواق العالمية جميعا، لكن بالنهاية عدنا أيضا من السلبية. الأرنينجز من الولايات المتحدة الأمريكية، الآن نحن على بعد بالضبط سنة منذ أن أوقف الفيدرالي تيسير الكمي، بدأنا نشهد أنه قد تكون الشركات غير قادرة على أن تقوم بأعمالها أو أن تسجل ربحية أكبر بعد أن تم وقف هذا الأكسجين. فقد تكون نفس الشيء في الاتحاد الأوروبي، وأيضا قد يكون نفس الشيء الآن حاصل في الولايات المتحدة. نور الدين مفيد الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. سنعود بعد الفاصل. الذهب اليوم رغم الخفوت النسبي، اليوم متراجع الذهب في هذه اللحظات، لكن بشكل عام نجد أن بريق الذهب قد سطع في